أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم تبلغ الموجة الحارة ذروتها، وبالتالي الأجواء ستكون حارة نسبيا في أغلب المناطق، تكون حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة وأيضا في منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار تكون هناك أتربة مثارة، 35 درجة مئوية، الملموسة 32، الرطوبة 44%، أما الرياح تكون شمالية غربية أو شمالية شرقية معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون ممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأ بالمنطقة الشمالية. كما ذكرنا اليوم تكون ذروة الموجة الحارة، طقس حار بشكل عام ومغبر، المفرق 37 إلى 23، نفس الأجواء في إربد، جرش 37 إلى 26، أما عجلون 35 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أيضا الأجواء ستكون حارة ومغبرة بشكل عام، الزرقاء 37 إلى 24، العاصمة عمان 35 إلى 24، البلقاء 35 إلى 25، مأدبة 36 إلى 25، أما البحر الميت درجة الحرارة العظمى تلامس 40 درجة مئوية، أما الصغرى 31 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أيضا ستكون هناك الأجواء مغبرة نوعا ما وأيضا حارة، الكرك 34 إلى 26، الطفيلة 33 إلى 25، الشوبك 31 إلى 22، ومعان 34 إلى 24، أما العقبة 37 إلى 31 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية نبدأ بالأزرق 38 إلى 23 مع أتربة مثارة، أرويشت 37 إلى 23، والصفاوي 36 إلى 21 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.